ملان فينضم إلينا مجددا من حيفا السيد أمير مخول الباحث في مركز تقدم والخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا مجددا سيد أمير. كنا نتحدث حول التحقيقات التي سوف تلاحق بنيامين نتنياهو. سيد أمير. نعم، بدون شك أنه أي نوع من حرب مفتوحة على جبهة أخرى اللي هي جبهة الحرب بين المنظومات الإسرائيلية، بين مكتب رئيس الحكومة وبين المستوى الأمني والجيش، ويبدو أن الحديث عن تسريبات من الجيش تصل إلى المستشارة القانونية للحكومة وتقوم بالتحقيق بطبيعة الحال، ومن ثم تحول ذلك إلى الشرطة في حال وجدت سببا لذلك. لكن قبل أن تبدأ في التحقيق قد يكون مكتب رئيس الحكومة قد نجح في إقالتها. هناك نوع من بعد إقالة وزير الحرب جالانت نوع من حدث متدحرج في السياسة الإسرائيلية أو في البنية الحاكمة في إسرائيل، وهو التخلص من عدة مواقع قوة وبالذات المستشارة القانونية للحكومة، قائد الأركان، رئيس الشباك، وكلهم جميعا مرشحين للإقالة في حال نجح في ذلك نتنياهو وحكومته. طيب، وتداعيات ذلك سيد أمير على ما يجري في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني؟ تداعيات ذلك أنه لحد الآن عمليا بعد إقالة جالانت نجح نتنياهو في تثبيت الوضع، يعني في نهاية المطاف لم تكن الاحتجاجات كما كان يتوقع أن تكون شاملة وتؤثر على إسقاط الحكومة. لا، ليست بهذا المكان. يبدو أن نتنياهو تعلم. طيب، ولكن لماذا تم اختيار بدل جالانت يعني إسرائيل كاتس؟ يعني على بالضبط ما هي خلفيته هي بالأساس كان في الحركة الطلابية أذكره، وكان من الشخصيات البلطجية العنصرية في مهاجمة الطلاب العرب، ثم نشأ في صفوف الليكود وهو يعني معني في وزارات بالأساس الاقتصادية، وأحيانا في الفترة الأخيرة يكون شريكا في الكابينات الحرب، وهو أيضا من أتباع ذوي الولاء المفتوح لنتنياهو في هذه في السنوات الأخيرة، ولذلك يسعى إلى أن يتبوأ قيادة حزب الليكود بعد نتنياهو. هذا ما يخطط له، لكن لديه منافسون كثر في هذا المستوى. أعتقد أنه وضعه في قيادة في وزارة الحرب هو يهدف بالأساس إلى أنه نتنياهو يتحكم بكل ما يصدر من في هذه الوزارة، لا يكون له وزيرا أكثر ولاء للإدارة الأمريكية منه لنتنياهو، ويريد أن يكون وزيرا يمشي وفق مسار نتنياهو الشخصي في تجاوز موضوع الصفقة، في استمرار الحرب المفتوحة بالضبط، وفي إعفاء الحريديم حتى يستلم ترامب سدة الحكم. سيد أمير، وكان هنالك تعويل كبير على عودة ترامب في استمرارية إسرائيل بتحقيق أهدافها التي أعلنت مسبقا. يعني ترامب أعطى تصريح مهم أنه هو سيوقف الحروب، لكنه لم يقل أنه سيأتي بالحلول، وهناك فرق كبير بين وقف الحرب والإتيان بحلول، لأنه قد يكون وقف الحرب في غزة أنه عمليا أنه إنهاء والموافقة مع إسرائيل في ضم شمال غزة وفي تطهيره عرقيا بالكامل وضمه إلى إسرائيل. هناك لا يعني أنه حل القضية الفلسطينية وليس ملتزما بالدولة الفلسطينية، بل هناك كل المؤشرات أنه سوف يتماشى مع خطة الضم الإسرائيلية. وفي لبنان ذات الشيء أعتقد أنه يهدف إلى وقف الحرب، قد يكون هناك صفقة لأنه يعرف أنه توازن القوى. ولكن سيد أمير، ما هي الأفكار التي سوف طبعا وفقا للمعطيات وفقا لتحليلكم وخبراتكم في الشؤون الإسرائيلية، ما هي الأفكار التي سوف يحملها دونالد ترامب لتحقيق هذه الأهداف، إيقاف الحرب، التوصل إلى تهدئة على الأقل في منطقة الشرق الأوسط، نسميها ونطلق عليها بتهدئة؟ يعني قد يكون أنه نتنياهو يسرع في موضوع الصفقة قبل مجيء ترامب إلى الحكم، لأن ترامب يريد أن ينهي موضوع الأسرى والمحتجزين، لكنه ليس بصدد إنهاء الحرب وليس بصدد حل القضية الفلسطينية. طب الموضوع كيف؟ الثاني يعني هي الفكرة هنا، والكثير يتساءل كيف سوف يقوم ترامب
بذلك، يعني ما هي الخيارات التي سوف يقدمها ترامب، خيارات جديدة تقنع الفصائل الفلسطينية بإبرام هذه الصفقة، تقنع الحزب حزب الله بتهدئة الأوضاع في جنوب لبنان؟ يعني ما الشيء الذي سوف يختلف ما بين ترامب وبايدن؟ لا أعتقد ترامب لا يأتي بعصا سحرية ولن يكون أكثر ولاء لإسرائيل من بايدن في نهاية المطاف. بايدن عقائديا منتمي لإسرائيل وللصهيونية كما عرف نفسه، وعقائديا أعطى إسرائيل كامل الغطاء الحربي، وقد يتصاعد الأمر خلال ما تبقى له من فترة لأنه لا يستطيع أن يضغط. لكن أعتقد أنه ترامب بحاجة، لا يستطيع أيضا، لا يمسك العصا السحرية ولن يستطيع أن يتجاوز النفوذ الإيراني والدور الإيراني والمواجهة بين إسرائيل وإيران من خلال الحرب. هذا ليس حلا أمريكيا لأنه قد يؤثر على كل سياساته في الموضوع الاقتصادي، في موضوع أسعار النفط وغيره، وأيضا ليس مضمونا أن يحصل النجاح فيه. لذلك قد يتراجع في الحرب في أوكرانيا، لكن في نهاية المطاف لن يأتي بالحلول. قد يحل كل قضايا العالم، لن يحل قضية فلسطين إلا باتجاه أسوأ مما هي عليه الآن نحو ضم الضفة الغربية. هذا ما يرشح لحد الآن من ترامب، إلا إذا حدث انقلاب في توجهه، وهذا لحد الآن لا يبدو قائما. طيب عظيم، ولكن سيد أمير إذا ما تحدثنا حول لا حلول، ولكن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ما الفرق بينهما؟ يعني ممكن يؤدي إلى صفقة طويلة الأمد، نفرض لشهر أو شهرين أو ثلاثة، مقابل وتبادل وتهدئة خلالها، لكن هذا لا يعني انسحابا إسرائيليا من غزة. هذا يعني أنه لن يأتي بحل إلى موضوع غزة ولن يأتي بحل إلى موضوع فلسطين. أكثر الناس المستعدين لقدوم ترامب للحكم هم الصهيونية الدينية وأقصى اليمين الإسرائيلي والعقائديين المؤمنين أو المقتنعين بضرورة أرض إسرائيل الكبرى وضم ودولة يهودية واحدة من البحر إلى النهر. طيب. هؤلاء مستعدون له. أعتقد أنه قد يناور لكنه لا يملك، سوف يدعم قرار مقاطعة أو حظر الأونروا، سوف يدعم الكثير من القوانين الإسرائيلية، سوف لن يتدخل في القضايا الإسرائيلية الداخلية، وسوف يتيح لنتنياهو أن يستكمل انقلابه القضائي كما أراد. ماذا عن إيران سيد أمير، خاصة أن هنالك تصريحات جديدة للحرس الثوري، أو إن صح التعبير هنالك تهديدات جديدة من قبل الحرس الثوري، والذي هدد وتوعد إسرائيل برد أقوى وأشد من العمليتين السابقتين؟ أعتقد إيران تسير وفقا لوتيرة بنتها خلال سنوات طويلة ضمن استراتيجيتها في مواجهة إسرائيل، في مواجهة الولايات المتحدة، بغض النظر عن من يكون رئيسها. يعني إيران تجاوزت أيضا ترامب في الدورة السابقة وهو يدرك ذلك، بأنه لم يستطع أن يعني يحسن الوضع لصالح إسرائيل كما أراد، أو يمنع إيران من تطوير مشروعها النووي. بالعكس، تطور مشروعها النووي، تطور مشروعها الصاروخي، تطور اقتصادها. لذلك لا أعتقد أنه يملك كما ذكرت العصا السحرية. طيب، ما هي من الممكن أن تكون هذه نقطة انطلاق ترامب في محاولة إفشال هذا التقدم الإيراني، سواء في المشروع النووي أو سواء في دعمها العسكري لوكلائها في المنطقة أو لأذرعها في المنطقة سيد أمير؟ صحيح، لكن ترامب بنى، يعني كانت فترة السابقة مبنية على اتفاقات أبراهامية، على إقامة حلف إسرائيلي عربي في مواجهة إيران، وعلى أو تحالف على أنه دول الخليج سوف تكون إلى جانبه. الآن الوضع تغير، وليس بسبب إيران وإسرائيل فقط، بسبب أولا الحرب على غزة أثرت كثيرا على وضعية إسرائيل، ثانيا الدول الخليج لن تتنازل عن علاقتها مع الصين بهذه السهولة، ولا علاقتها النفطية مع روسيا وأسعار النفط، ولا حتى عن علاقات التجارية مع إيران. لذلك أعتقد الواقع الذي بنى عليه بنيته ترامب في التقويض النظام الإيراني تغير تماما لصالح النظام الإيراني وليس لصالح الولايات المتحدة. طيب، لعل السؤال الأبرز بالعودة إلى القضية الفلسطينية، السؤال الأبرز، كيف سوف يتعامل دونالد ترامب مع السلطة الفلسطينية سيد أمير، وبالتزامن مع ما يجري الآن في فلسطين وفي المنطقة ككل؟
يعني كان له تصريح أنه سيتعامل أو أنه كان تهنئة من الرئيس عباس، لكن أعتقد هناك حدث مهم يجري في هذه الأيام، وهو المبادرة لتنفيذ أو لتطبيق قرارات بإقامة الدولة الفلسطينية التي بدأت لديها السعودية، وهي تبدو مبادرة أيضا استباقية لحضور ترامب إلى السلطة إلى حد معين، وتبدو مبادرة جدية لأنها تلتقي مع مبادرات أخرى عالمية دولية مثل موقف الاتحاد الأوروبي بضرورة حل قضية فلسطين وإقامة دولة فلسطين من خلال فرض ذلك، كما عبر عن ذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بعد الحرب مباشرة. والآن يبدو أن هذا الحل قد يدع ترامب في 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 يحاصر عمليا مواقف ترامب السابقة لصالح ليغيرها. الواقع العربي حين يتغير سوف تتغير سياسات ترامب، لكن السؤال إذا كان هناك واقع عربي مختلف جدي متماسك وبإرادة لإقامة دولة فلسطينية. نعم، ولكن ألا يجب أن يكون هنالك واقع فلسطيني وإرادة فلسطينية بحتة في المقام الأول لتنفيذ ما ذكرته سيد أمير؟ 100% يعني، لكن الاستراتيجية الفلسطينية واضحة. الاستراتيجية الفلسطينية الأساسية الجوهرية بإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، وهذه الاستراتيجية من يؤيدها من يعارضها هذا شيء آخر، لكن هذه اللي هي الاستراتيجية، وهي استراتيجية تقوم على حل دولي وليس على نوايا إسرائيل، وليس على وإنما من خلال البعد العربي والدول الإسلامية ومنظمة والمنظمات الدولية. وهذا يبدو أنه بدأ يأخذ منحى أكثر جدي، لأنه من دون ذلك سوف هناك خطر على شطب قضية فلسطين ككل من خلال الضم ومن خلال مشروع الحسم ومن خلال ضم شمال غزة. أشكرك، شكرا جزيلا لك سيد أمير مخول، الباحث في مركز تقدم والخبير أيضا في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من حيفا. شكرا سيد.